مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا دراسات في العهد القديم. برحب بالقسيس نشأت ويليام معانا النهاردة، أهلا بيه. الحلقة دي بنعمة الرب هتكون بعنوان عهد الله مع إبراهيم، وده العهد الرابع. العهد الرابع يعني كده في عهود تانية قبله، مش كده؟ يبقى ده العهد الرابع، يبقى احنا كنا واخدين 3 عهود قبل كده. وانا فعلا نفسي احب اذكركم بالعهود اللي ولو حتى بس نقولها مع بعض. وقبل ما هذكركم بيها كمان، انا احب ان كل واحد ياخد فكرة عنها، يدخل على شاشة الفيسبوك، على صفحته في الفيسبوك، صفحتنا، ويراجع العهود الموجودة السابقة، هيلاقيها موجودة ويتابع معانا البرنامج. لكن بحب أراجع معاكم العهد الأول، كان عهد الله مع آدم في الجنة قبل السقوط، وده سميناه عهد الأعمال، وعهد اتكالك على نفسك، او عهد الاتكال على آدم. العهد الثاني كان عهد الله مع آدم بس بعد السقوط، وكان ده خارج جنة عدن، وده سميناه بداية عهد النعمة، وده كان عهد الاتكال على الله في الخلاص وليس على النفس او على آدم. العهد الثالث كان مع نوح، وده سميناه عهد النعمة للخليقة كلها العام، وده بيعلن الله من خلال قوس الألوان اللي بيظهر في السماء، في كل مرة بيعلن عن اهتمامه بخليقته ورعايته ليها. والنهاردة معادنا مع عهد الرابع اللي هو عهد الله مع إبراهيم، وهنتكلم بصورة أكتر علشان أعرفكم الموجود. الجزء ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 12، وده بداية عهد الله مع إبراهيم. وفعلا أنا بحب أشجعكم أعزائي المشاهدين أنه لو عايز تتعرف أكتر على الحاجات الأفكار الروحية اللي خدناها في الحلقات السابقة، نفسي تخش معانا على صفحتنا على الفيسبوك وتتابع أي أجزاء حلقات فاتتك، وتتابع معانا الأجزاء الجاية، لأنه لسه قدامنا عهود جاية جميلة جدا لغاية لما نخلص دراستنا في الكتاب المقدس العهد القديم. والنهاردة خلونا نتكلم، نقول إيه يا ترى علاقة العهد اللي هو الرابع اللي هو عهد الله مع إبراهيم، وإيه علاقته بالعهود التلاتة الأولى اللي ذكرناها في الحلقات السابقة. فالسؤال ده طبعا الأسيس معانا النهاردة نشأت ويليام علشان تراجع معانا العهود. احنا دايما خلينا نكون فاكرين انه ربنا ما فقدش الأمل في الإنسان. ربنا ما خلقش الإنسان علشان يروح منه، ما خلقش الإنسان علشان يجي كده الشرير يضحك عليه وياخده في الخطية وفي الشر وبعدين يروح منه وخلاص. إلهنا إله قدير وإله عظيم، ولكونه شديد القدرة كتاب يقول كده لا يفقد أحد. وإحنا بنتكلم عن العهود عايزين نحط في ذهننا العهود دي معناها عمل الله لاسترجاع الخليقة مرة أخرى لحضنه ولقلبه مرة تانية. فكل عهد بندرسه مع بعضينا عايزين كده نقول مجدا للرب اللي بيحبنا جدا، واللي مش هيسيبنا في الهلاك، مش هيسيبنا في الشر، مش هيسيبنا نضيع، لكن بهذه العهود يعلن رغبته الصادقة ومحبته الصادقة انه يرجعنا مرة تانية. حضرتك قلتي في العهد الأولاني كان العهد بتاع آدم في الجنة، وكان عهد الأعمال، وإحنا فعلا بنسميه عهد الأعمال. ليه؟ لأنه الرب قال، وده بنفتكره طبعا زي ما
حضرتك قلتي الفيسبوك بتاعنا حبيبنا المخرج كل شوية هيطلع العنوان علشان نرجع نشوف الحلقات السابقة، وخصوصا عاد الله مع آدم قبل السقوط وهكذا. لكن عايز أقول إنه رب إدى لآدم فرصة في الأول، قال له بص يا آدم أنا خلقتك على صورتي كشبهي، وكلمنا في الموضوع ده، يعني خلقتك في ما عندكش رغبة للخطية، ما عندكش رغبة للنجاسة، أنا خلقتك في طبيعة مقدسة، خلقتك في الجنة مكان حضوري، وعندك كامل المعرفة وعندك كامل التمييز وعندك كامل الحرية. فكان شخصية آدم شخصية فريدة جدا، وقال له آدم أنا بسند لك وظائف وبقول لك خلي بالك من الجنة واهتم بيها واعملها، وخلي بالك من قداستها وما تسمحش لأي روح شريرة تدخل إلى هذا المكان، وأنا بسلم لك هذا المكان للاهتمام. فعمل بسيط، يعني عمل بالنسبة لآدم ما بيعتبرش حاجة يعني صعبة، يعني حاجة كده يعملها كده. ليه؟ لأنه في طبيعة مقدسة على شبه الله، في على صورة الله، في محضر الله، في قوة الله، في سلطان الله، يعني حاجة كده يعني يدرك ومدرك وشايف ومميز كل شيء. وكان زي ما قلنا سميناه عهد مشروط، لأنه زي ما بيقولوا as long as إن هو بيطيع الوصية ويخلي باله من الجنة ويخلي باله إنه ما ياكلش من الشجرة اللي منعوا منها، هيفضل عايش هو ونسله في الجنة. لكن آدم ما قدرش يحافظ على هذا العهد. صح. فرب النهاردة قال رسالة مهمة في العهد الثاني، وبرضه درسناه مع بعض. قال له من النهاردة يا آدم أنا مش هقدر أعتمد عليك. طبعا. أنا هكمل رسالة الفداء بنفسي. أنا هتمم أعمال الفداء بنفسي، فأنا صاحب الفكرة وأنا اللي منفذ ليها وأنا الحامي ليها وأنا اللي مسؤول عنها. فبمعنى أصح سميناها عهد النعمة. ليه؟ لأن إحنا أن الله هو اللي عنده هذا الدور. مضمون جدا ونعمة، لأنه بنأخذه مجانا بدون استحقاق على محبة الله لينا وعلى عمل الله لينا. وده قلنا عليه أنه ده في الصليب لما قال أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك وبين نسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فبنتكلم على أنه أنا هعتمد على ابن الإنسان الإله الظاهر في الجسد في ملء الزمان، أنه يجي ويسحق الشيطان ويدوسه. ليه؟ لأنه ما فيش حد خلاص. إذا كان آدم في ملء قداسته ما قدرش يغلب الشيطان، ما قدرش يعني يتصدى كده لأفكاره، فكان بالحال الإنسان اللي في البرية اللي مولود في طبيعة فاسدة لما دخلت الخطية، فأصبح ما عادش عنده أمل. فأمله الوحيد دلوقتي في إنقاذ الله ليه. فإحنا اتكلمنا وقلنا ده عهد نعمة، لأنه ابتدت الفكرة لينا بقى تظهر إن الله هيصنع هذا الفداء بنفسه، والله هو اللي هيدير هذه الخطة بنفسه. فأصبح الإنسان في موقف جميل وفي موقف مضمون، لأن الاتكال على النفس ما تنفعش، لكن الاتكال على الله مضمونة. اللي بيبني على الرمل ملوش أمل، لكن اللي بيبني على الصخر عنده أمل. فإحنا بنبني الخلاص بتاعنا على هذا الوعد اللي الله قاله لآدم. وبعدين بقى بنشوف التحرك، بنشوف في نوح محاولة عدو الخير انه ينهي البشرية بسبب الخطية، لكن بنلاقي الرب بيحمي العهد بتاعه من خلال نوح واسرته. فلسه الجنس البشري موجود، ولسه في امل لان من نسل المرأة يجي اللي يغلب الشيطان ورأس الحية يسحقها وينفذ يتمم العدل الالهي ويتمم الرحمة الإلهية ويصنع الخلاص الكامل للبشرية. فرأينا ده في حماية الله لنوح في الفلك. وبعدين دخلنا على العهد الرابع دلوقتي، وهو عهد الله مع إبراهيم، وبنقول عليه برضو هو استمرارية عهد النعمة. وهنشوف دلوقتي ليه قلنا على عهد الله مع إبراهيم عهد النعمة، بس خلينا نكون فاهمين
انه ابتدى عهد النعمة مع ادم بعد السقوط، والرب قال انا هتدخل، انا مش هترك اولادي، انا مش هترك خلقتي، انا ما عملتش الابدية عشان اكون فيها لوحدي، انا خلقت الانسان عشان يبقى معايا. مجدا للرب. بس دي حاجة تطمننا قوي جدا جدا، حاجة تطمننا جدا، لانه اله لن يتخلى عننا ولن يتركنا ولن يترك اولادنا. بس احنا وان كان عهد ده ملوش اي دور بنقوم بيه، الله هو اللي بيقوم بيه، لانه ازاي ممكن الانسان ينتصر؟ ما هو ده بقى اللي بيطمننا اكتر. بالظبط، انه الله هو اللي بيقوم بيه. تمام. لما اتكل على الانسان ادم فشل. تمام. بالظبط. فاتكلنا على الله، بس الانسان وهنعرف دلوقتي عليه دور بسيط جدا. اذا كان الله عليه الدور الكبير جدا في خلاصنا، طب انا السؤال هو ايه؟ هل نقدر نروح الابدية؟ هل نقدر نعيش مع الله في السماء؟ مين يقدر يقول اقدر؟ محدش يقدر. ليه؟ لانه مفيش اعمال تخلينا نعمل، وقلنا الكلام ده قبل كده. لان لو كان بالاعمال كان ادم يعني فضل مستمر، لانه ادم انكسر الاعمال بتاعته، فشل في الوصية فطرد من الجنة. فإذا كان آدم ما قدرش يتمم أعمال الله فكان بالحرق أحيانا. لكن الأمل لينا في دور الله في هذا. فإذا الله عليه دور خطير ودور كبير ودور عظيم يدينا اطمئنان. أبونا السماوي يتمم لنا طريق الفداء ويتمم لنا طريق الخلاص. لكن دور الإنسان إيه؟ وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. لكن طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي في بدايه الخليقه، احنا في تكوين 12، من اول تكوين 1 ل 11 شفنا بدايه الخليقه، شفنا بدايه دخول الخطيه الى الجنس البشري، شفنا بدايه عهود. بالظبط، العهود. شفنا تكوين الشعوب، وفي تكوين 12 بنتفرج على ابراهيم وهو داخل المشهد في تكوين 12، وهنقرا الآيات دي مع بعضينا كبداية للتعرف على نوعية هذا العهد. تكوين 12 والآيات الأولى. وقال الرب لإبراهيم، في ظهور كده إلهي لشخص إبراهيم، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعن وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وتاني بقول أدي العهد سمعناه، هذا عهد نعمة، عهد غير مشروط، سيقوم الله فيه بكل بنوده وسيصنع بركة لجميع الأمم. وطبعا بركة جميع الأمم هي في الفداء، احنا بنتكلم دلوقتي مش على بركة جميع الأمم في حتة أرض زيادة ولا دولارين زيادة، لا، ده الرب بيتكلم عن كل الشعوب هتاخد بركة، بركة الخلاص وبركة الحياة الأبدية. ودي نعم، نعمة الله وعمل الله في هذا العهد. طيب امال دور ابراهيم فين في العهد هنا بقى؟ تمام، يعني ده سؤال خطير. نبص نخلي بالنا من الايات، يعني انا برضو ممكن نحط الايات تاني قدامنا ونشوف دور ربنا الاول عشان نعرف دور ابراهيم. خلينا الاول نبتدي بدور ربنا. فقال الرب لابراهيم حاجه كده، وبعدين قال له ايه بقى؟ الارض التي اريك. فكلمه اريك هنا الرب بيصنع حاجه، هو أجعلك، أباركك، أعظم اسمك، أبارك مباركيك. لاحظنا؟ كل ده كلام ربنا بيقول، حتى بالإنجليش لو قرينا الجزء ده بالإنجليش، آي 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 آي، ربي بيتكلم. ده دور الرب. ده دور الرب، أنا هعمل كل حاجة. أنا يا إبراهيم في عهد النعمة أنا اللي هعمل كل حاجة، أنت ما تقدرش تبقى اسم عظيم، أنا اللي هخليك اسم عظيم. انت ما تقدرش تكون بركة، انا هخليك تكون بركة. انت ما تقدرش يكون ليك نسل، انا هديك نسل. خلي بالك انه الكلام ده الرب بيقوله لابراهيم، وابراهيم ما عندوش عيال.
يعني ابراهيم كان في سن 75 سنه وساره كانت في سن 65 سنه في اول تقابل الرب مع ابرام وساراي، وما كانش عندهم اولاد. ففي شيء مستحيل هنا، لكن الرب هو اللي بيتكلم، انا هعمل ده وهعمل ده وهعمل ده، لكن انت يا ابراهيم دورك ايه؟ احنا قلنا ده عهد مش مبني على ابراهيم، لكن الدور اللي على ابرام هنا بقى ايه؟ اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابي. كلام خطير، كلام صعب برضه، يعني عارف الرب حتى بيكررها له لان كلام ايه؟ يقطع في القلب، يعني عارفه طبعا. تعالي نقرا الكلام ده تاني كده واحنا نفتكر ان الكلام ده كانه جاي لنا احنا. اذهب من ارضك يا رب، انا الارض دي انا بتاعتي، عشيرتي دول الناس اللي انا اعرفهم، دول اهل بيتي، دول قرايبي، دول اصدقائي، دول جيراني، من بيت ابيك. طب انا ليه مين تاني في الدنيا دي غير بيت ابويا؟ كانت ده الدور، يعني الدور هنا اللي كان صعب بتاع ما كانش دور صعب، لكن ده الدور الوحيد اللي كان على ابرام انه يعمله، انه يصدق ربنا، انه يتكل على ربنا، وانه ما ينفعش حتى يقول ايه يا رب انا بتكل عليك من غير ما يتحرك. تخيلي لما بيقول له ايه؟ يا رب انا مصدق ان انت تقدر تخليني ام عظيمه، لكن مش هتحرك من بيت ابويا. فكان الجزء هنا اللي على ابراهيم، واحنا بنعتبره الجزء الاسهل، لانه بصراحه هو ما قدرش يجيب لنفسه نسل. اصل هجيب لنفسه نسل ازاي؟ واحد سنه 75 سنه ومراته عندها 65 سنه، يجيب نسل ازاي؟ صح مش كده؟ يعني من الواضح انه يعني العهد مع ابراهيم ونسله مختلف تماما عن العهد مع ادم قبل السقوط. يعني ما قدرش ادم انه يحافظ على العهد، وما قدرش حتى يستمر في وجوده في الجنه بالزبط. مع في وجوده في محضر الله نفسه بالظبط. ويبقى كده بنعرف انه زي ما قلنا انه ادم عهد ادم قبل السقوط ده اللي هو عهد الاعمال او الاتكال على اعمال على نفسه. رب خلاص خلقه سابه وهو عليه يقوم بهذه الاعمال. يبقى واضح بقى ان عهد الاعمال وحفظ الوصايا والكلام ده ما يقدرش يخلص الانسان، بدليل ان الرب ابتدى يشوف طريق تاني اهو، وبنسميه طريق ايه؟ الايمان والتصديق. وايمان والاتكال على الله بقى الانسان عليه يعمل ايه؟ يتفرج على عمل ربنا، يشوف ربنا بيتحرك ازاي، ويمشي وراه في طاعه كامله. وده اللي شفناه دلوقتي. فين شفناه دلوقتي؟ مع ابراهيم. الرب النهارده بيكون الطريق اهو، قال لادم خلاصك يا ادم مش فيك، صحيح خلاصك هيبقى من نسلك، يعني في شكل انساني، لكن خلاصك من خلال حد هيسحق راس الحيه، وانت عمرك ما هتقدر، لا انت ولا حد صحيح. يسحق رأس الحي. إذن خلاصك مش هيتم إلا من خلالي أنا، لما يحدث التجسد وأنا اللي أفديك. فأنت كل اللي عليك هو إيه؟ إنك تطيع، تؤمن تصدق صحيح. لأن الموضوع ما عادش في إيدك، الموضوع بقى في إيدي أنا. فأصبح الدور الصعب ربنا حطه على نفسه، وأصبح على الإنسان في هذه القصة انه يصدق ويطيع ويتكل. يمكن نقول الحاجات دي يعني وان كان ربنا واخد الدور الصعب، لكن هل احنا نقدر نقوم بالدور السهل بتاعنا؟ عشان كده خلينا نكمل تكوين 15 تاني، نقرا هذه الايات مع بعضنا. نخش بقى في تكوين 15 دلوقتي. فابتدت العهد في 12، هنبني طوبة في فهمنا لهذا العهد في تكوين 15. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك، أجرك كثير جدا. طبعا إبرام نفذ كلام ربنا، صدق ربنا، وتساب بيت ابوه، ساب عشيرته، ساب ارضه، وابتدى يتحرك
الارض لا يعلمها ولا اتجاه لا يعلم، لان الرب قال له فاكره في الايات اللي فاتت، قال لي انا اريك الارض التي اريك. فالرب بيبتدي يوري له هذا. فدور ابراهيم مش انه حتى يعرف الارض فين، انه يمشي بس ورا الرب، يمشي ورا الرب، يعني مش هو اللي بيحدد يعني انا عايز اروح هنا ولا هنا، لا ده الرب بيقوده ليها. عليك يا ابراهيم في قصه الايمان انك تمشي ورايا وتتبعني. فبيقول له الرب كده بعد فترة، قال له لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. فقال إبرام، ابتدى يتكلم بقى إبرام، وإبرام متحرك صدقه وتحرك، مفيش حاجة حصلت له، لا عنده ولد ولا بتاع. أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم؟ عمال تقول لي أنا هباركك وهبارك نسلك وهديك نسل عظيم، وأنا مش شايف إن عندي عيال من أساسه، وكمان شايف إن في استحالة يكون عندي عيال. فالراجل نطق، الراجل اتكلم، يعني انا رب مصدقك بس الدنيا صعبه قوي، الدنيا مش باينه، مش فاهم حاجه. لانك ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي. ايها السيد الرب، ماذا تعطيني وانا ماض عقيما ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي؟ وقال ابرام ايضا، مسكتش، انك لم تعطيني نسل، انت قلت لي هتديني نسل وعدتني انك مش هتسيبني وانا صدقت ومشيت، لكن انت انك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، اللي هو ابن اليعازر الدمشقي. فاذا كلام الرب لي قائلا لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من احشائك هو يرث. ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسب أو فحسبه له بر. بس ده فعلا أمر صعب جدا، يعني ازاي يكون، يعني برضو بالمخ كده البشري والعقل البشري، يعني ازاي يكون لابراهيم اولاد من نسله وهو وساره كبار قوي في السن؟ ده اللي بنقول، هو ده فعلا صعب قوي بكل تاكيد، وده اللي خلى ابراهيم يتكلم. يا رب انت اديتني، خلي بالك من نقطه مهمه، خلي بالك عزيزي المشاهد من النقطه دي. في عمل الله بالنعمه يقف الانسان عاكس، عشان بس الناس اللي دايما كنا بنمثل الكلام ده بمثل الفريسي والعشار، اللي يقول انا ان شاء الله رايح الابديه لان انا انسان كويس ولان انا بدفع عاشوري ولان انا بصوم ولان انا في عمل الفداء وفي عمل النعمه الانسان لا يصنع اي شيء. والرب ظهر ده في كل خطوات بنقراها مع بعض، بمهد قلوبنا بمهد قلوبنا الحقيقة دي. لما الله يصنع الفداء على الإنسان أن يثق ويؤمن ويتكل، لكنه لا يقدر أن يفعل شيء. فهنا الرب بيدي عهد لإبراهيم أنه هيبارك الأمم، هيخلص الأمم، هيصنع إحسان للأمم اللي تركت الجنة، تركت حضور الله، هيرجعهم تاني. لكن إزاي؟ صعب. لكن الله بيقول هنا ايه؟ من خلال عملي بالفداء. فبيجهز قلوب الناس انهم يتكلوا على الله اكتر ما يتكلوا على انفسهم. في مثل زي ما انت قلت فعلا صعب، هو فعلا صعب، ازاي ممكن ابراهيم يجيب اسحاق؟ لكن ده عهد الله، في عهد الله ابراهيم لا يقدر ان يفعل شيء. انت يا رب قلت لي هتديني ناس، انت يا رب قلت لي هتخلصني، مفيش غيرك انت اللي خلصني. مفيش غيرك انت اللي يدي الناس، مفيش غيرك انت اللي يديني اسحاق، ما عنديش حل تاني. وعشان كده ابراهيم راح ذهنه للشيء اللي صدقه، قال ايه؟ انا العازر الدمشقي عنده ولد وانا باخده بالتبني، فهيبقى ابني بالتبني ويبقى هو ده اللي يعمل الناس. رب قال له لا، الناس لا يخرج منك انت. ما هو بيحاول يقتنع، يعني هو مش عارف هو ربنا بيقول له المسج دي ليه، يعني هو ازاي يبص في السماء وكل النجوم دي هتبقى ده بعدد
النسل بتاعه يعني ازاي. وهو يبص على نفسه يلاقي نفسه محدود، يلاقي نفسه بالظبط، يلاقي نفسه محدود. ده موضوع خطير. صح. موضوع خطير، لكن على طول يشغل ذهننا في ايه؟ لما بنقول عهد النعمه، يعني بنقول عهد تدخل الله وعهد قدره الله وعهد عمل الله. فلا ما نقولش مستحيل، ما نقولش مش هنقدر، لكن نقول ايه؟ الرب يقدر، الرب يصنع. انا مستحيل اتغلب على الخطيه دي، انا مستحيل اخرج من العلاقه دي، انا مستحيل هخش الابديه في يوم من الايام، لانه 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 الرب النهارده بيقول مين قال ان انت معتمد على نفسك؟ انا فوق المستحيل، انا اقدر ادي اسحاق في السن ده، انا اقدر اصنع منك حاجه تانية. انت تبص لنفسك تقول انا ضعت، انا رحت، انا خلاص ما عادش في امل. النهارده يا عزيزي المشاهد في عهد النعمه، وخصوصا بنتكلم في العهد الرابع عهد ابراهيم، انا عايزك تبص الامور بامل جديد. انا حاولت كتير يا رب وما نفعش، انا حاولت اكون انسان كويس وما عرفتش. انا لا، انا مش عايزك تبص على انا عايزك تبص على ربنا القادر انه يصنع فوق المستحيل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. خلي بالك ابراهيم امن انه هيقدر يجيب ناس اللي هو في السن ده، ويمكن دلوقتي احنا بنقترب من سن لما وصل ل100، يعني قبل ما يجيب الولد على طول. وسراي في الوقت ده كان سنها 90 سنة، ما جابش الولد في كل فترة شبابه، وجاي دلوقتي الرب يقول له انت هجيب ولد. بس لما الرب يكون بيصنع امر، هذا الامر فوق المستحيل، علينا نقول له انت، احنا مصدقين ده، خلاصنا في المسيح مصدقين ده، خلاصنا في الفداء الالهي مصدقين ده. هنقدرش نعمل، ما نقدرش نعمل حاجه غير ان احنا نصدقك. انت وعدتني يكون عندي اسحاق، وعدتني يكون عندي نسل. ببص على نفسي الاقي نفسي عقيم، عجوز، مفيش امل ليا ولا لسراي انها تجيب حد ولا تخلف ولا تنجب، لكن لانك انت قلت ده انا هفكر فيها بشكل تاني. عشان كده مكتوب انه امن صدق انه هيجيب اسحاق، وصدق ان مراته في السن ده هتجيب اسحاق، ودي كانت النعمة. عشان كده اتحسب له بر، اتبرر قدام الله بالايمان بهذا الامر. يبقى انا النهاردة عزيزي المشاهد عايزة اقول لك سؤال ليا وليك، هل نقدر نسلك مع الله بالايمان حتى لما تقابلنا ظروف وامور بتتقال عليها مستحيلة، حتى لو اتقال عليها 0%؟ تخيل، هل نقدر نسلك انا وانت بالايمان ده؟ هل نقدر نصدق في قدرة الله القادرة على فعل المستحيلات؟ احنا يمكن على فكرة احنا بنقول كلام، بنقوله كلام كتير قوي، لكن يمكن ساعة الجد صعب قوي، صعب جدا جدا اني اشوف حاجة بالايمان اصبحت مستحيلة، اصبحت ما فيهاش اي يعني زيرو احتماليتها انها تبقى، ما فيش اي برسنتج ليها. من الواضح انه من الكلام اللي احنا سمعناه انه احنا طلع دورنا يمكن سهل قوي، ده اللي انا فهمته من الكلام اللي فات ده كله، ان دورنا علينا حاجة واحدة بسيطة جدا، اننا نصدق. احنا شكاكين قوي وصعب جدا بنصدق في الامر نفسه، وطلع ان دور الله حاجة كبيرة وصعبة قوي، بس طلعت بالنسبة له هو ده اللي المستحيل قدامنا هو مستطاع لديه. بالظبط. انا بشكرك طبعا، تعليق جميل. هي دي بالظبط، ده الملخص بالظبط. رب قادر على كل شيء، وما عندوش حاجة اسمها مستحيلة. وعشان كده لما بيعمل بيستنى ده، بيستنى. يمكن اتأخر على إبرام للسن ده علشان إبرام يبقى عارف انه مفيش امل فيه. يمكن 70-75 سنة ومراته 65 سنة ممكن تحصل، لكن على 90 سنة ما حصلش.
بنفتكر مع بعض قصة العازر، وانه ازاي الرب يستنى 4 ايام، يمكن 3 ايام في كان معروف عند اليهود في الوقت ده ان ممكن في اليوم الثالث يقوم، فقال لك نستنى شوية. لكن الرب سمح ان اليوم الرابع علشان يبقى فيه فساد حاصل للجسد، وعلشان يبقى احتمالية ان العازر يقوم مستحيلة، الرب بيصنع المعجزات، الرب بيصنع هذه الامور علشان يوري الانسان ازاي كان 0% احتمالية الامل، لكن الرب عنده 100% الرجاء والامل. دورنا نصدق، ولما نصدق نعمل ايه؟ نتحرك واحنا مؤمنين بده. ناس كتيرة تقول انا مصدق او انا مصدقة، لكن عايشين في نكد وعايشين في خوف، مش عايزين نسيب، خايفين نترك. لكن ابراهيم ورانا انه لما امن وصدق ترك بكل قوة بكل اتكال، عارف ان ربنا طالما وعده مش هيسيبه ومش هيتخلى عنه، حتى لو بقى سنه 100 سنة لسه مصدق ان ربنا يقدر على كل شيء. خلينا ناخد خطوة ايمانية. رب لام تلاميذه، احنا خلينا نطلع بره العهد القديم شوية ونبص على ايات من العهد الجديد، نشوف مشهد محاولة التلاميذ انهم يتعاملوا مع مريض مصروع وفشلوا في العلاج، ونشوف الايات دي مع بعضينا، ندرسها مع بعضينا في انجيل القديس متى اصحاح 17 الايات من 14 ل 21، خلينا نقراها مع بعض. ولما جاءوا الى الجامع تقدم اليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد ارحم ابني فانه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. أحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن، رب بيبحث على الإيمان الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانطهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على الانفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، لعدم تصديقكم، لعدم اتكالكم بالكامل علي. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنكم لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل منها هنا من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. رب بيجسد لينا المشكلة، إنه أحيانا كتيرة يمكن التلاميذ في الوقت ده حاولوا يعتمدوا على نفسهم، حاولوا يشوفوا إزاي بيتعاملوا مع المصروع في الوقت ده، حاولوا يستخدموا طرقهم هم، وسائلهم هم، فكانت النتيجة هي الفشل. نسيوا إنه مفروض يتكلوا على الرب في هذه الأمور، نسيوا إنه مفروض يصدقوه ويصنعوا أعماله هو ويسمعوا كلامه هو ويفعلوا ما قالوا له، نسيوا كل الكلام ده وحاولوا يعملوا أمور بنفسهم، كانت النتيجة الفشل. مش كده الرب قال لهم: انتم فشلتم لان انتم بتحاولوا تعملوا بنفسكم، بتحاولوا تكتشفوا بنفسكم، اعتمدتم على افكاركم واعتمدتم على رأي المجتمع او قدراتكم وعلى قدراتكم وعلى نصائح الناس اللي حواليكم، انتم اعتمدتم على حد تاني لكن ما اعتمدتوش عليا. لو كنتم صدقتوني، لو كنتم اتكلتم علي، لو كنتم استخدمتم طرقي مش طرق الناس كان الامر اختلف. لو قدامكم جبال من الهموم والمشاكل كانت اتنقلت. وده والجزء اللي هو اللي بيقول لك انه لو كان ليكم ايمان مثل حبه خردل، يعني الرب مش طالب ادوار صعبه. ده بيأكد الكلام تاني يا أعزائي المشاهدين،
الرب بيأكد هنا انه انت دورك سهل جدا، ايمان ولو حبة خردل. بالظبط، هذا الايمان البسيط لكن مع ربنا يصنع امور عجيبة. الرب قال لهم خلي بالكم، ما قال لهمش ان انتم ايمانكم كان صغير او كان قليل، ده قال لهم انتم كيف ما كانش عندهم ايمان، لعدم ايمانكم ما كانش عندكم ايمان خالص، ما جاش في ذهنكم ان هذه الامور تتم بالاتكال علي انا. عشان كده احيانا كتيره بنعيش في الدنيا ونلاقي مشاكل في الشغل ومشاكل في العلاقات وننسى خالص ان احنا نتكل على ربنا. بالعكس، ده لو واحد جه وقال لك حبيبي اتكل على الرب، تقول له يا عم انت بتروح للامور او انت جاي توعظني، خليك في حالك وخليني في حال. انت حتى رافض مبدا الاتكال على الله في حل المشكله، مبدا الاتكال على كلمه الله وعلى عمل الله وعلى سلطان الله في حل المشكله. النهارده بنقول كده، اذا انت بتتقابل مع جبال، اذا انت في ضيقه، اذا انت في مشقه، اذا انت بتقابل تحديات كتيره، تعالى النهارده واتكل على ربنا، اتكل على فكر ربنا، اتكل على سلطان ربنا. تعالى شوف ربنا بيقول لك ايه في الامر ده. العالم بيقول لك ايه في الامر ده، اسرق، اكذب، غش، خد الطريق الاصغر، اتكلم على الناس من وراها، وقع ده في ده علشان تبقى انت الاكبر، دوس على اشلاء الناس عشان توصل للمركز اللي انت عايزه. ده راي العالم، ده راي الناس. عشان كده الرب بيقول لهم انتم ما كانش عندكم ايمان، لانه انتم اتعاملتم مع المشكله من خلال خبراتكم ومن خلال راي الناس. لكن تعال النهارده عزيزي المشاهد وتعالى اتعامل مع المشكله اللي بتمر بيها بالايمان، بالاتكال على الله، وجرب تسلك في طرق الله وتسلك في فكر الله. عشان كده لو نفتكر قصة نزفة الدم، نزفة الدم صرفت كل أموالها على الأطباء، وكانت النتيجة إيه؟ كتابي يقول إيه؟ مش في تحسن، لا ده كانت في حال إيه؟ أردأ. 12 سنة فنفقت كل فلوسها، مرض نزف دم، زي ما ناس مريضة بالسرطان، زي ما ناس مريضة بمشاكل في الكبد وفي الصحة، والأطباء عجزوا عن العلاج وقالوا مفيش أمل. لكن تعالوا نشوف هذه المرأة بآية واحدة رب كلمها في إنجيل القديس لوقا أصحاح 8 وآية 48. قال لها إيه؟ فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. شوف مين اللي شافها؟ مش فلوسها شافتها، مش الأطباء اللي شافتها، مش قدراتها، مش شطارتها، مش الوصفات اللي بتعملها، مش بتحط ليمون على مش عارف على كمون على تعمل عصير مش عارف ايه، مش بأكلها، مش ده، مفيش حاجة. ده إيمانك. يعني ايه؟ يعني انت صدقتي ان في طريق تاني للعلاج، ده طريق إلهي. يعني انت صدقتي ان في قدرة وسلطان إلهي على الشفاء. وعشان كده نلاقيها عملت إيه؟ قال لها الإيمان البسيط اللي عندك ده، لأنه إيمان فيا ده يقدر يعمل المستحيل. كم واحد النهاردة، كم واحد النهاردة الأطباء صرف فلوس كتير على الأطباء، وكم واحد النهاردة الأطباء قالوا له ما عندكش أمل، يمكن الأمل 12% 5% 3% أو حتى 0%. كم واحد حتى لصفر في المية النهاردة حاول يتكل على نفسه في الشفاء؟ كم واحد النهاردة هيوجه عينه لربنا وزي المرأة دي يقول له أنا رب اتكلت على فلوسي، واتكلت على حكمتي، واتكلت على خبرتي، واتكلت على الأطباء، واتكلت على الناس، واتكلت على كلام الناس وآراء الناس. النهاردة يا رب أنا جاي اتكل عليك، وإذا كانت الأمر مستحيل ليا زي ما عرفتني من قصة المرأة دي، زي ما عرفتني من قصة إبراهيم إنه برغم الاستحالة أنت تقدر تدي إسحاق، لأنك بتعمل لما يكون الأمل 0% تبتدي أنت تعمل. كم واحد النهاردة
هياخد قصة عهد الله مع إبراهيم بالإيمان للخلاص، أجعلك أمة عظيمة وأباركك. كم واحد النهار يسمع الكلام ده يقول إيه؟ يا رب أنا مصدق، طالما أنت اللي قايله، طالما أنا ما بتكلش على شطارتي وعلى حكمتي وعلى طرق العالم، لكن أنا بتكل على طرقك، أنا النهاردة مصدق وعندي إيمان يا رب أنك تقول لي نفس الجملة دي. ثق يا ابن، ثق يا ابن، إيمانك، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. مش كده؟ يمكن أطلب من عزيزي المخرج أنه يطلع الصورة جميلة حطيت عليها آية جميلة كده في يوحنا 14، بتقول ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. ومهما سألت باسمي، مهما سألت، مهما سألتي. طيب يا رب ايه المشكلة؟ ما احنا بنسأل يا رب وبنقول، انت قلت لنا مهما، يعني مفيش حدود يا رب، ايه المشكلة؟ عشان كده لو بصينا تاني على البوستر هنقول ايه؟ ما نحصل عليه هو ما يتناسب مع حجم ومستوى ايماننا وتصديقنا. زي انت النهارده طلبت ما خدتش كتير من ربنا، انت خدت على قد تصديقك ربنا، لانه عندما تمطر السماء فكل شخص يستفيد من هذا المطر على قدر سعة الإناء الذي يحمله. فما تقولش ان ربنا ما سمعنيش، ربنا ما ادانيش حاجة. الآية دي بتقول مهما سألتم، انا سألت الرب ما ادانيش. انت سألت لكن بدون ايمان، بعدم ايمان. انت سألت وما اتكلتش عليه، انت سألت وما اعتمدتش عليه، لانه المطر بيمطر على الارض كلها، لكن انت بتستفاد على قد حجم ايمانك. رب غني، رب عنده كتير. عشان كده البوستر اللي بعد كده احب برضو احطه واشارككم بيه. البوستر ده بيقول الله غني في مجده وغناه غير محدود، لكن هذا الغنى محدود بمستوى ايماني وثقتي ان اتحرك بايمان حتى استلم بركات الله. معلش اطلب من اخويا المخرج انه يحط الصوره دي على الشاشه امامكم. الله غني في مجده وغناه غير محدود. شايفين؟ يقدر يمشي على الميه وينادي بطرس ويقول له امشي على الميه. الله غناه غني جدا في مجده. ما تقولش ربنا ما عندوش، ما تقولش ربنا. عشان كده الرب قال مهما سألتم، مهما، لأن الله غني، عنده كل حاجة، يقدر يعمل كل حاجة، يقدر يمشي على المية، يقدر يهدي الريح، يقدر يوقف الأمواج، يقدر يديك إسحاق في سن متأخر، يقدر يشفي من الأمراض، يقدر يشيل مرض خطير من عندك، يقدر يعمل كل، يقدر يجيب لك شغل، وإذا ما فيش شغل يخلق لك شغل، يقدر يعمل كل حاجة. لكن الغنى ده وإن كان غير محدود هو محدود بإيمانك أنت، لأنه أنت على قد ما تصدق، على قد ما تتحرك، على قد ما تتكل عليه، على قد ما تروح وتستلم البركات. بطرس كان قاعد في المركب خايف يغرق وماسك في الخشب، لكن الرب قال له تعالى، صدق واتكل، ساب الخشب، ساب المركب في وقت ما كانش ينفع حد يسيب المركب، لأنه الأمواج شديدة والريح شديدة، يعني اللي هيسيب إيده من على الخشب بكل تأكيد المية هتبتلعه. لكن صدق في كلمة ربنا واتكل عليه. وبنشوف إبراهيم في العهد اتكل على ربنا، صدق أنه يترك أهله. خطر عليه، يا رب هعمل إيه لو سبت أهلي وسبت أرضي وسبت عشرتي ومشيت في البرية؟ ممكن وحوش البرية تاكلني، أنا نفر قليل، اللي ممكن يحصل لي وأنا لوحدي؟ لكن ما قالش ده لربنا، قال يا رب أنا مصدق، ولأني مصدق فأنا هتكل عليك وهنفذ كلمتك. أنت عايز يا رب؟ أنا عايزك تخرج، أنا عايزك تبطل ده، أنا عايزك تصدقني، أنا عايزك تستخدم طرق إيه؟
طرقي للعلاج، انا عايزك تستخدم طرقي للحياه مش طرق العالم. عشان كده عزيزي النهارده انا عايزك في هذا العهد وكل الامور اللي بنتكلم عنها، عايزك تقول كده الهك اله غني. قول كده، انا الهي غني، انا ابويا قادر على كل شيء، انا مفيش حاجه مستحيله على ابويا. قال لي مهما سالت مهما طلبت. النهارده خد الفرصه دي وقول يا رب انا بسالك، انا بطلب منك، انا بطلب منك يا رب النهارده هذا الامر، وانا هتحرك بايمان، بايمان مش هعتمد على الناس وكلام الناس ولا راي الناس ولا طرق الناس. النهارده انا هستخدم طرقك النهارده وهخرج وهتحرك. حضرتك قلتي انه الامر ده سهل، الله هو اللي بيعمل الصعب. طبعا الله هو اللي بيعمل الصعب، الله اللي ادى اسحاق، والله اللي شفى المراه النازفه، والله اللي خلى بطرس يمشي على الميه، والله هو اللي قادر على كل شيء، لكن دور الانسان يصدق. لكن تعالي شوفي الايات اللي جايه دي، برغم زي ما قلتي دور بسيط علينا لكن عندنا تشكك، مش قادرين نصدق. في ناس بتقول لربنا ايه، انا مش هعدي البحر، شقه الاول عشان اعدي. لكن الرب يقول ايه، لا عدي الاول عشان اشقه. ابراهيم يقول للرب ايه، اديني ولد الاول، خلي مراتي تحبل الاول عشان اسيب اهلي وعشيرتي وارض. الرب يقول له لا، ده انت تخرج الاول عشان تستلم البركه. ناس كتيره بتقول ايه، خلي ربنا يديني الاول عشان اروح واخدمه، خلي ربنا يديني الاول عشان اطيعه. والرب يقول لك لا، اطيعني الاول عشان تاخد. عزيزي اذا كنت مستني ربنا يصنع شيء، مش هيصنع شيء الا لما تبتدي انت الاول، لما تصدق انت الاول. عشان كده في مرقس 6 والايات من 4-6 في الناصره الرب ما عرفش يعمل معجزات، فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. وشوف معايا الكلمات الصعبة اللي لما يقولها على كل واحد فينا، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يده على مرضى قليلين فشفاهم، وتعجب من عدم إيمانهم. وتعجب من عدم إيمانهم. تخيلوا معايا كم واحد النهارده بيقول أنا يا رب سألتك وأنت قلت مهما سألتم وما خدتش حاجة. لا، ده الرب راح هناك، راح لغاية عندك، ولما راح لغاية عندك لقى مفيش إيمان، لقى مفيش تصديق. أنت سلمت المشكلة لكن عمال تفكر فيها وعمال تشوف مين يساعدك ومين يخلصك، وعمال ومرتعب وخايف، وعمال تحاول بالكذب وتحاول بأمور جسدية. فالرب راح لغاية عندك، انت طلبت منه والرب راح لغاية عندك لكن ما لقاش الإيمان. عشان كده يقول ايه، ولم يقدر. تخيل احيانا الرب القادر على كل شيء احيانا بيعجز. لما بيجي لك يدور على الايمان عندك، ما عندكش ايمان. انت بتصلي وقلبك مش معاه وعينيك مش عليه ومش رامي نفسك فيه وفي حضنه، وبتقول له انا ما عنديش حل تاني. الاطباء قالوا ما فيش امل، ما عنديش غيرك، انا مش هسيبك، لن اتركك الا ان تباركني. عزيزي خلي الرب لما يجي لك يلاقي ايمان في قلبك. لما بتصرخ اليه ما بيسيبكش، بيجي لك. بس مكتوب كده انه لما راح هناك تعجب من عدم ايمانه، لما راح هناك ما لقاش الايمان، فما قدرش يعمل ولا حاجة، لم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة. يعني حتى بدل ما الرب يسوع نفسه يتعجب من ان هم عندهم ايمان، هو تعجب من ان هو ما كانش عندهم ايمان. ف عايزة أقول النهاردة يعني فعلا أنه دايما أعمال الله بتتصف بحاجات كده، حطها قدامك
لما الدنيا تبقى مستحيله بالظبط، ولما الامور كلها تقول كل مقفوله بالظبط يعني. كده يعني فعلا دي الصفات التي يعمل بها او فيها الله. معلش اقطعك بس صحيح. لا في ناس لما الدنيا بتتقفل بيصرخوا لربنا بيقولوا له امتى انت في انت انت اتخليت عني ليه؟ انا عايز اهرب. ده انا كده كفرت. مش عاي... ايوه مش عايزك. ده انا كده كفرت، مع ان الدنيا لما بتقفل معناها ايه؟ معناه ان اسحاق جاي. صحيح. معناه ان اسحاق جاي، معناه ان الخير جاي، معناه ان البركه جايه، معناه ان العذر هيقوم. شوف فرق، انت بترجم العلامات بطريقه غلط. انت تشوف الدنيا لما تقفل عليك ان ربنا تخلى عنك ورماك. بينما الرب بيقول لك لما الدنيا تقفل عليك معناه ان انا جاي. صحيح. بس لما اجي عشان اديك اسحاق، لما اجي عشان اقوم لك العذر، لما اجي عشان اشفيك من الناس واشفيك من المرض، عايز اجي الاقي عندك ايمان. وبعدين انت قلتي فعلا انه تعجب، مفروض انه يتعجب. صحيح لما يكون عندهم ايمان. لكن تعجب من عدم ايمانهم، يعني هو مش مصدق ان ابسط حاجه عليهم يعملوها مش عاملينها، مش مصدق، مش مصدق. في ايديهم البركه، في ايديهم القادر على كل شيء، في ايديهم عندهم الشفاء، عندهم القدره الالهيه متجسده قدامهم، مش عليهم غير انهم يقولوا ايه؟ انا مصدق. لو قالوا انا مصدق يحصل ايه؟ يتم الشفاء. صحيح. يتم الشفاء. لا اذهبي ايمانك قد شفاكي. تصديقك شفاكي، تصديقك حل المشكله. عشان كده خلي الرب النهارده ما يتعجبش من عدم ايمانك، خلي الرب النهارده ما يستغربش ان كيف لا ايمان لك. خلي الرب النهارده قول له يا رب لما هتيجي تزورني معاك اسحاق ليا، معاك لعازر ليا، هتيجي تلاقيني قلبي متعلق بيك، هتيجي تلاقيني قلبي متمسك بيه. النهارده يا رب انا بقول عندي امل تاني، وانا مش يأسان، وانا حتى لو كانت الدنيا متطربقه عليا من كل ناحيه، ده اكبر علامه ليا بتقول لي انك جاي وجايب معاك خير وجايب معاك بركه ليا. وكان نفسي اكمل برضو الجزء اللي فات ده بالظبط كده من اعمال الله، يعني بتتصف كمان لما يكون العقل مش قادر يصدق او يستوعب الامر، لما في حاجه كده قدامك طول مستحيله، عقلي مش قادر يصدقها، اعرف ان في الوقت ده قدره ربنا هتظهر ويعمل اعمال جميله جدا. بس علينا برضو اللي هي الحاجة اللي بيقولوا عليها سهلة لكن هي صعبة، ان احنا نؤمن ونصدق. هي فعلا طلعت صعبة بس هي حاجة بسيطة، ربنا قال لنا اعملوا كده وسيبوا الباقي عليا. وشفنا موسى اللي صدق ربنا، ولما صدق ربنا عمل حاجة مستحيلة. كانت ايه الحاجة المستحيلة؟ شق البحر. شق البحر هو فعلا يعني البحر اتشق فعلا، وكانت امر مستحيل. مش كده؟ الناس بصت على موسى، موسى يقدر يشق البحر؟ ولا حاجه. اصل العصا اللي في ايد موسى رشت ولا حاجه. فاللي شق البحر هو مين؟ هو اله موسى القادر على كل شيء. بس ليه شقه؟ لان موسى قال له انا مصدقك، انا مطمن عليك. يمكن نشوف صوره جميله المخرج اعدها لينا عن موسى، ونشوف منظر البحر. يمكن صورة يعني مش قد تكون رسمة أو كده، لكن بدينا تخيل هذا البحر العميق العملاق إزاي بكلمة الله. الناس بتقول النهاردة إيه؟ مستحيل، ده فرعون ورايا، إزاي أقدر؟ لا، ربنا يقدر على ده ويقدر يعمل أكتر من كده. يمكن الصورة اللي بعديها بسرعة عشان الوقت بتورينا منظر كده تخيلي عن ما تكلم عنه حزقيال 37. مش هنقرا الايات عشان الوقت، لكن عظام يابسه. والرب بيقول لي طبعا عظام يابسه معناها عظام بقالها مئات السنين، مش مجرد عظام عاديه، ده عظام يابسه ناشفه وكانت نتيجه حروب. والرب خد حزقيال كده ووداه على هذا الوادي وقال له اتحيا
هذه العظام. انت متخيل معايا انه عظام يابسه ميته من مئات السنين لاصحابها، هذه العظام تتجمع من تاني وتحيا من تاني وتكتسح لحم وعصب وروح وتخرج وتبقى. فقال له رب انت اللي تعرف مين انا، صحيح انت اللي تعرف كل شيء. بالايمان بالايمان تكونت هذه العظام، بالايمان بالتصديق صنع الله الشيء العظيم، صنع الله الشيء القوي. لو شفنا الصوره اللي بعد كده عن دانيال في جب الاسود، الاسود بنشوف على اليوتيوب لو حد قرب من الاسد او 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 حاول بيلعب معاه، الاسود في شراسه غير عاديه، هذه الاسود الجائعه. لكن نبص نلاقي دانيال واقف وسطهم كانه واقف وسط قطط. ايه اللي حصل؟ ما هو دانيال صدق ربنا، مفيش حاجه، مفيش سر في دانيال، مفيش قدره سحريه في دانيال، لا ده هو القوه في تصديقه. يبقى الرب بيعمل ايه في العهد يا جماعه؟ الرب بيعمل ايه؟ الرب بيعمل المستحيل، الرب بيدي اسحاق، الرب بيسد افواه الاسود. لو شفنا الصوره اللي بعديها بنشوف الفتيه الثلاثه في النار ودخلوا جوه النار ومفيش حاجه اذتهم. ليه؟ لانه صدقوا ان ربنا هيتصرف. اذا ربنا يصنع كل الامور المستحيله لكن الانسان يؤمن ويصدق. اذا احنا فهمنا ده واذا احنا بنتقرب النهارده لصليب يسوع المسيح اللي بنقول ان هو تم فيه فدائك وفدائي وفداء الامم وكان بركه من نسل ابراهيم بركه لجميع الشعوب، اذا النهارده نصدق انه الرب في هذا العمل العظيم، عمل الفداء اللي فيه اجتمع العدل والرحمه معا، ومن خلال هذا العمل تم الفداء. النهارده بقول له انا مصدق، انا مصدق يا رب. النهارده الرب بيسد افواه الاسود، النهارده الرب بيدي خلاص، بيدي طمانينه في هذا العهد، وبقول لك بالنعمه انتم مخلصون بالايمان بحياه الابديه في اسم أمين. الرب. احنا فعلا بنشكر الرب جدا لانه احنا ما دخلناش في عهد ابراهيم، الله مع ابراهيم مجرد قصة، وانه قال له قوم واذهب وروح وسيب ارضك وبيتك. ما رحنا كنا واحنا صغيرين ناخدها قصص وناخد انه ابراهيم شيخ وسارة ومش هيقدروا يجيبوا عيل وخلاص القصة مشيت كقصة. لكن النهاردة الرب ادانا وجبة رائعة جدا ان احنا فعلا نبص من نظرة الإيمان، الحاجة البسيطة اللي علينا كدور بسيط جدا نعمله. تعالوا النهاردة ناخد عهد النهاردة مع الله ونقول له يا رب أنا مصدق إن النهاردة همشي من المكان ده أو الحلقة هتخلص، لكن باخد عهد معاك يا رب إني هكون مصدق ولو حتى حبة خردل يكون عندك. أنا نفسي الكلام ده قبل ما يكون ليك عزيزي المشاهد، وانا بشكر الرب جدا لاجل الوجبه الدسمه اللي اداها لنا النهارده. ونكمل مع بعض عهد الله مع ابراهيم الجزء الثاني الحلقه الجايه باسم الرب يسوع، وبنعمه الرب نشوفكم والى اللقاء في حلقه قادمه. حلقتنا دايما كل اربع الساعه 9 بتوقيت كندا، والى اللقاء.